ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة وبعيدا شوية عن السياسة، بس بطريقة تانية، بس عن طريق الغنى. يعني معانا فرقة غنائية اسمها ألوان، 3 شباب نفسهم يلونوا حياتنا بالأمل والتفاؤل والحب. خلونا نرحب بيهم، بس نرحب بيهم بطريقة مختلفة. نسمع صوتهم الأول وبعد كده نرجع نتعرف عليهم. اتفضل. صوت الخوف سكت والايدين اتشبكت والقلوب اللي زمان كانت حزينه ما صدقت وتلككت لما صورتنا حكت خلت الدنيا بكت والاغاني اللي زمان كانت حزينه بلحن حلو اتمزكت لما صوت الخوف سكت اتشبكت والقلوب اللي زمان كانت حزينة ما صدقت وتلككت لما صورتنا حكت خلت الدنيا بكت والأغاني اللي زمان كانت سجينة بلحن حل اتمزكت صدقيني من سواد الليل ده كله خلصيني المسيني حطي كفك فوق جبيني حصنيني من كل شر بيستخبى ويناديني من قيود الظلم ياما حرريني من عنيا صدق فارس صدقيني صدقيني من سواد الليل ده كله خلصيني خلصيني المسيني حطي كفك فوق جبيني حصنيني من كل شر بيستخبى ويناديني من قيود الظلم ياما حرريني من عنيا صدق فارس صدقيني من زمان فتحت عيني على وجود واتنين جيران دفوا المكان باسم الصليب وبنور محمد والأذان شفت الأمان في الكنايس والجوامع والشوارع في الميدان لما بان معدن الشعب اللي أقوى من الزمان من زمان فتحت عيني على الوجود والتنجران دفوا المكان باسم الصليب وبنور محمد والأذان شفت الأمان في الكنايس والجوامع والشوارع في الميدان لما بان معدن الشعب اللي أقوى من الزمان صدقيني من سواد الليل ده كله خلصيني خلصيني المسيني حطي كفك فوق جبيني حصنيني من كل شر بيستخبى ويناديني من قيود الظلم ياما حرريني من عنيا صدق فارس صدقيني حرريني من عنيا صدق فارس صدقيني حرريني من عنيا صدق فارس صدقيني. برافو فعلا فعلا برافو برافو برافو. طبعا احب، انا سعيده جدا ان انا قاعده مع فرقه الوان، واحب كمان الساده المشاهدين يتعرفوا عليهم. نبتدي من حسام. حسام جيتار، بغني وبلعب جيتار. اوكي. اسلام بلعب كاخون. كاكون اللي انت قاعد عليها دي، صح؟ أوه. اوكي تمام. انا احمد بغني. اهلا بيكم، منورنا في الاستوديو. عايز اعرف ليه سميتوا الفرقه الوان، وايه الالوان اللي انتوا بتغنوها في الاغاني عامه، يعني نوع الغنى؟ احنا
في نوع الغنى بنغني مثلا بنتكلم عن سمينا الباند الوان الاول عشان كنا بندور على اسم يعني بيدعو للتفاؤل والامل وكنا حاجه لبكره يعني. حاجه لبكره. طيب بس بتغنوا ايه نوع الاغاني اللي بتغنوها؟ اغاني حب، اغاني وطنيه، اغاني الحياه عامه. بنتكلم عن الامل برضو، بندعو الانسان للتفاؤل ان يبص لبكره بنظره احلى يعني. طب هو مين اللي بيكتب كلمات الاغاني؟ في اللي بيكتب لنا دلوقتي اربع شعراء، محمود جيوشي، استاذ محمود جيوشي، استاذ اشرف ضمر، وهشام اسكر، واسلام انور. سام لحظه البكاء يعني الكلمات مختلفه شويه يعني، عميقه جدا ومش كلمات تافهه يعني زي اللي بنسمعها، وفي نفس الوقت بسيطه بتوصل للناس بسرعه. كل عصر ليه اللغه بتاعته وليه مفرداته وليه بس كلامه. انا سعيده ان قاعده مع شباب واللغه مختلفه، لان كنا دايما متهمين احنا كشباب ان احنا لغتنا احنا بتوع قشطه ويلا وتعالوا والله بجد بكلمكم بصراحه. فعشان كده احنا دلوقتي انا مبسوطه ان يبقى في لغه تانية. اكيد طبعا. طب نوع المزيكا اللي انتوا بتعزفوها ايه؟ احنا مندرجين تحت الاكوستيك. احنا بنلعب باند اكوستيك. بنلعب مزيكا يعني احنا شايفينها مش مختلفه قوي، بس يعني احنا بنحاول نعمل حاجه جديده احنا الثلاثه بس. مش هو انتوا ثلاثه بس، ما فيش حد تاني؟ عملتوا حفلات قبل كده؟ وانتوا اصلا اتجمعتوا امتى وتعرفتوا على بعض ازاي؟ واصلا كنت انا اعرف احمد من 5 سنين تقريبا. وحاولنا كنا بنغني مع بعض على طول وكده، ما بقيناش نغني مع بعض يعني. اوكي. حاولنا نعمل كذا حاجه وكده، بس الظروف كانت معقده شويه. وبعدين اتقابلت بسيمبا في كليتي، في كليه التربيه الموسيقيه، كان بيلعب درامز وكده، بس المهم حب يلعب معانا الفلايب معانا كاكون، فما لعبنا مع بعض حبينا شكلنا كده. هو فعلا شكله مميز وظريف. طب انا عايز اسمع منكم حاجه تانية بليز، واكيد الساده المشاهدين هيسمعوا. اوكي مفيش مشكله. يلا. مفيش مانع اكون شارع وفيه بيوت ساكنها الناس، مفيش مانع اخلي عينيا دي شبابيك بلا حراس، مفيش مانع اكون شارع وفيه بيوت
ساكنها الناس مفيش مانع اخلى عنيا دي شبابيك بلا حراس واكون غنوه في قلب كئيب واكون عنوان لاي غريب واروح ابعد مكان واجيب عشان خطر قمر ساطع واكون غنوه في قلب كئيب واكون عنوان لاي غريب واروح ابعد مكان واجيب عشان خاطرك قمر ساطع مفيش مانع 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 مفيش